جعفر استعمل شوية إذا نشاهدوا المحاولة والتدخل في حق اللاعب حمودان اللي كان دائما كيشكل خطورة على مرمى الحارس. ذكاء الموهبة أنه من اللاعبين المتميزين اللاعب حمودان، وربما يسير الحظ عرف شنو دار. كاين هو لاعب بالفطرة، فهو تكون بالفطرة هذا اللاعب اللي هو تكون في مدينة الشاول، فكان التكوين ديالو بالفطرة في الأحياء، وبالتالي ما كانش عنده تكوين مهم داخل التعب. لا سينا جينا نلاحظوا انه راه اغلبيه ديال المواهب اللي كانت في السنين السابقه انها دائما كانت مواهب اللي كنهضروا عليها، فارس سينا واسماء اخرى، وراه اسماء ان اسماء تكونت داخل الاحياء ولم تتكون داخل المدارس. الان هذه اذا ضربه جزاء صاروخ، بالفعل صاروخ بطريقه رائعه يرفض ويسجل الهدف لفريق اتحاد طنجه الذي يصبح متقدما بهدف لصفر، وهدف طبيعة الحال سيعطي حماس آخر للمدرجات، حماس أيضا للمقابلة، سيحرك اللاعب تيو دوسانيو. هو اللي قام ارتكب الخطأ وبالتالي أعطى ضربة جزاء لصالح فريق الجيش الملكي، وهي فرصة لفريق الجيش للحصول على هدف التعادل. المنفذ سيكون اللاعب باكايوكو والذي سينفذ، سيكون بقوة أظن لأنه لاحظنا كيف إصرار ديال اللاعب، أو عفوا ليس اللاعب اللي هو لاعب دياورا. إذا دياورا يسجل هدف التعادل لفريق الجيش الملكي. إذا دياورا يوقع هدف التعادل، هدف لمكين هدف في الدقيقة 77، وكما ذكرنا إذا الحماس مرة أخرى عاد المقابلة إلى نقطة الصفر. الآن فريق اتحاد طنجة كان متقدم بضربة جزاء، جاء فريق الدور ديال فريق الجيش الملكي لإعادة النتيجة أيضا بضربة جزاء، لم يتمكن مع الحارس أحمد رضا تكناوتي بأي شيء، وبالتالي هدف لمكين هي النتيجة المسجلة حتى الآن. سنعيش دقائق كثيرة من هذه المواجهة، 13 دقيقة من عمر من المتبقية من الجولة الثانية في صراع كبير. مرة ديوم تنقل الكرة خطيرة لفريق الجيش الملكي، خطيرة المحاولة استيداء وتألق الحارس، هدف لفريق الجيش الملكي. اللاعب المسخودي، اللاعب المسخودي يتمكن من قتل المقابلة، وناديت بإدخاله منذ الجريدة. إذا وقت البدل الضائع، اللاعب المسخودي يتمكن من تسجيل الهدف الثاني في هذه المقابلة، هدف قاتل بالنسبة لفريق اتحاد طنجة ولجماهيره التي كانت تنتظر نتيجة التعادل، لكن تمكن اللاعب المسخودي من تسجيل هدف الفوز لفريق الجيش الملكي في وقت بدل الضائع. إذا تجربة اللاعب المسخودي، لا نشير أنه اللاعب تألق، اللاعب تألق كبير للاعب الحارس رضا التكناوتي، لكن المسعودي ايضا كان في المكان المناسب وبالتالي تمكن من صد هذه الكره. الرسميه ديالو اكيده في داخل الجيش الملكي احسن بكثير من دياورا ومن طونغارا ولا من كوليبالي. المسعودي عنده تقنيات